أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، يطيب لي في هذا اللقاء الميمون معكم طلاب الأعزاء طالبات الكريمات أن أرحب بكم أيما ترحيب، معكم المحاضرة في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا الأستاذة عبير علي النجار في مساق دراسات قرآنية أو قرآن كريم وعلومه. طبعا في هذا المساق بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نقوم بالتعرف على توصيف للمساق أو العناصر الرئيسية التي سنتناولها في مساق قرآن وعلوم أو علوم قرآن. عندنا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أما القسم الأول فهو يتحدث عن علوم قرآن، أما القسم الثاني فهو يتناول الحديث عن سورة الحجرات بدراسة تحليلية وموضوعية، والقسم الثالث في الكتاب يتحدث أو يتناول بعض أحكام التلاوة والتجويد. طبعا في القسم الأول من الكتاب والذي سيتناول موضوعات خاصة بعلوم القرآن سنتناول فيها أولا تعريف علوم القرآن، ثم الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، ثم الإعجاز القرآني، وبعد ذلك سنتناول القصة في القرآن الكريم وكذلك الوحي ومعرفة المكي والمدني من القرآن الكريم وبيان الفرق بينهما ونزول القرآن الكريم وأسباب النزول وأقسام سور القرآن الكريم وآياته طبعا وجمع القرآن وترتيبه والرسم العثماني في القرآن الكريم والناسخ والمنسوخ وترجمة القرآن والإسرائيلية. بهذا نكون قد انتهينا بإذن الله من توصيف المبحث أو القسم الأول في دراسات قرآنية. لنأتي على القسم الثاني، سنتناول بإذن الله سورة الحجرات دراسة تفصيلية تحليلية موضوعية، سنتناول فيها طبعا التحذير من الابتداع في الدين وأدب التعامل مع المؤمنين وكذلك تحريم الغيبة والنميمة والسخرية من الآخرين، تذكير الناس طبعا بأصلهم وأن ميزان التقوى أن الميزان الحقيقي للمؤمنين هو التقوى، وكذلك توجيه المسلمين إلى الأدب مع الله هذا في بداية السورة، وتوجيه المسلمين أيضا إلى ضرورة الإصلاح بين المؤمنين في حال الخصام أو في حال القتال، تحريم سوء الظن والغيبة والنميمة والتجسس. إذن هي جملة من الآداب التي لا بد أن يتحلى بها الإنسان المسلم لكي يرتقي بدينه وأخلاقه. أما القسم الثالث تناولنا فيها بعض الأحكام البسيطة في علم التجويد، منها إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين وأحكام المدود على اختلافها. لنبدأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث بشكل مفصل عن تعريف علوم القرآن. طبعا القرآن الكريم لأنه علم زاخر ولأنه المعجز ببيانه وبأحكامه وبخلوده على مر الزمان ليس كمثله، يعني سبحان الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الله، وهو كلام الله سبحانه وتعالى الخالد الأبدي. هذا القرآن الكريم قد اعتنى به العلماء وسجلوا الكثير من العلوم، يعني في كل يوم نكتشف في هذا القرآن ما لم نكن نعرفه من 1400 عام لكي نعرف أن هذا القرآن هو معين لا ينضب. لا، سنتناول في هذا المساق فقط جزئية من هذا البحر الزاخر وهو علوم القرآن الكريم، لأنه قد نتناول القرآن من حيث التفسير، من حيث المعاني، من حيث مثلا الإعجاز، من حيث الفصاحة والبلاغة، لكن هنا سنتناول مواضيع أو مباحث يعني محددة في هذا المساق. طبعا بالنسبة لتعريف علوم القرآن، هو علم ذو مباحث، بحر واسع تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله، ترتيبه، كتابته، جمعه، قراءاته، تفسيره، إعجازه، الناسخ، المنسوخ، المحكم، المتشابه، وغير ذلك من العلوم التي لا بد من التعرف عليها لكي يصبح إيماننا أعمق بهذا الكتاب وتصديقنا أقوى مع أننا مصدقون لهذا الكتاب الكريم.
طبعا هناك اسم آخر يطلق على علوم القرآن وهو أصول التفسير، واصطلح العلماء هذه التسمية لأنه يتناول العلوم التي لا بد للمفسر منها حتى يستطيع أن يبحر في تفسيره. الآن بإذن الله سبحانه وتعالى سنتعرف على تعريف القرآن، وربما هو من التعريفات التي يعني لا تكاد تخفى على مسلم، لكن من باب التذكير، القرآن لغة قرأ يقرأ قراءة فهو قرآن. في أصل اللغة تطلق على الجمع والضم، الجمع والضم. القراءة، لماذا سمي القرآن قرآنا، أو ما علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي وهو الجمع والضم؟ لأنها تجمع الآيات بعضها إلى بعض فتشكل صورا، وتجمع الصور بعضها إلى بعض فتشكل قرآنا كريما. قال سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا في بالمعنى اللغوي. نأتي الآن إلى التعريف الاصطلاحي لنقول أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة النمل. نأتي للتعريف كلمة كلمة. أولا، كلام هو جنس في التعريف يطلق على أي كلام، ولكن عندما أضاف كلمة الله لفظ الجلالة إلى كلمة كلام ليخرج بذلك أي كلام سوى كلام الله سبحانه وتعالى ككلام الإنس والجن وما إلى ذلك، فيكون هنا حصريا الكلام خاص بالله سبحانه وتعالى. المنزل، كلمة المنزل يخرج منها ما لم يكن بتنزيل أو بوحي من الله، كاجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث القدسية وما رواه النبي صلى الله عليه وسلم. منزل على محمد، وهنا إضافة محمد صلى الله عليه وسلم على التنزيل لتخرج غيره من الأنبياء الذين نزل عليهم كتب سماوية، كموسى عندما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه التوراة، وعيسى عندما أنزل عليه الإنجيل، وداود عندما أنزل عليه الزبور. فهنا منزل على محمد، إذن يعني حصريا هنا التنزيل هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه معجزته الخالدة. المعجز هنا الشيء الوحيد أو الإعجاز. النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، لكن القرآن الكريم معجزته ليست كأي معجزة، لأن لها مواصفات خاصة وسنتطرق إليها لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإعجازه إعجازا لفظيا وإعجازا معنويا، فتخرج كل كلام سوى كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا المتعبد بتلاوته، الكلام الوحيد الذي يصح أن نقوله في القرآن، الذي يصح أن نقرأه في الصلاة، هو كتاب الله سبحانه وتعالى أو القرآن الكريم. فمثلا يخرج بذلك الحديث القدسي والأحاديث غير القدسية، فهي غير متعبدة بتلاوتها على قدسيتها ورفعة شأنها. أيضا المنقول إلينا بالتواتر، نقل إلينا بالتواتر، والتواتر وما رواه جمع عن جمع، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. عدم التواطؤ على الكذب يعطيني ثبوتا يقينيا وقطعيا بأن هذا القرآن حق لا ريب فيه. يبدأ بسورة الفاتحة أو يبدأ بسورة الفاتحة ويختتم بسورة الناس. التعريف بالإجمال هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز المتعبد بتلاوته، المبدؤ بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة النمل. طبعا هناك أسماء كثيرة للقرآن الكريم، منهم من أوصلها إلى 73، ومنهم من أوصلها إلى 100، ومنهم من أوصلها إلى 30 ونيف. وأنا أرى أن هذه الاختلافات في أو الفرق في الأرقام بين العلماء يرجع إلى اعتبار بعض الأسماء صفات وبعض الصفات أسماء. على كل، سنتطرق إلى مجموعة من أسماء القرآن الكريم التي سمى الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز القرآن الكريم. أولا، سمى الله سبحانه وتعالى القرآن بكلمة الكتاب. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. لماذا سمي القرآن كتابا؟ لأنه يجمع بين دفتيه القصص والعبر
والحكم والتشريع وما إلى ذلك. فهو كتاب فعلا يجمع بين دفتيه الكثير من القصص والعبر والأشياء التي أراد أن ينوه لها الله في قرآنه الكريم. الذكر، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر سمي القرآن ذكرا لأن فيه ذكرا للأولين وذكرا للآخرين. وسمي أيضا الفرقان، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لماذا سمي القرآن فرقانا؟ لأنه فرق بين الحق والباطل، وفرق بين البر والفاجر، وفرق بين المؤمن والكافر، ولذلك سمي القرآن فرقانا. التنزيل، سماه الله سبحانه وتعالى أيضا بالتنزيل، قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. إذن جاء ليؤكد على مرتبة هذا القرآن وعظم شأن هذا القرآن، حيث جاء منزلا من ملكوت السماوات إلى هذه الأرض. هناك بعض المعاني والفوائد التي لابد أن نتطرق إليها على سبيل الاستفادة والاستمتاع. الآن نحن نتكلم عن كلمة سورة. القرآن يجمع بين دفتيه سور وآيات. الآن بالنسبة للسور، لماذا سميت السورة سورة؟ قال العلماء: سميت بذلك كأنها كارتفاع السور عن الأرض، سميت بذلك لشرفها وارتفاع قدرها، وأما تعريف الآية أو سبب تسمية الآية بالآية لكي تكون علامة للمؤمنين، الآية بمعنى العلامة للمؤمنين. هناك بعض الأعداد الخاصة بسور القرآن الكريم. طبعا يعني حدث هناك بعض الاختلافات بين العلماء، والتي يعني قد تكون أجزمت في النهاية بأن يكون القول الراجح فيها أن عدد سور القرآن الكريم. طبعا سبب الاختلاف سورة الأنفال وسورة براءة، منهم من اعتبرها سورة واحدة ومنهم من لم يعتبرها سورة واحدة. على كل، لن نتطرق لأي خلاف. عدد سور القرآن الكريم 114 سورة. عدد السور المكية منها 86 سورة. عدد السور المدنية 28 سورة. عدد الآيات 6236. عدد الكلمات 77,439. عدد الحروف 323. عند حديثنا عن القرآن المعجز الذي جاء من الله سبحانه وتعالى ونزل على نبيه محمد، كان لابد أن نتطرق للفرق بينه وبين الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي يرويه النبي أيضا عن ربه. فهناك يعني قد يشكل على بعض الناس الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. لنأتي عليهم واحدة واحدة. أولا، القرآن الكريم هو كما قلنا هو معجز لفظا ومعنى، ومعنى أنه معجز لفظا ومعنى، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحدى به العرب والعجم، وموضع التحدي لم يكن خاصا بالعرب، ولم يكن خاصا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو للناس أجمعين إلى يوم الدين. فما يعطي القرآن قدسية وبلاغة مختلفة عن غيره أنه فعلا معجز لفظا ومعنى، ولذلك تحدى الله به العرب والعجم على أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بآية، لكنهم لا ولن يستطيعوا. بينما الحديث القدسي هو معجز في المعنى لكن لا في اللفظ، ولم يقع فيه تحد. ولذلك يوجد الكثير من الأحاديث النبوية بالمعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وليرفعه. هناك إعجاز، لكن إعجاز في المعنى وليس إعجازا في اللفظ. القرآن الكريم لا ينسب مباشرة، القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله، لا ينسب إلا إلى الله. نقول قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونذكر ما تيسر من القرآن. بينما الحديث القدسي ينسب مضافا إلى الله بنسبة إنشاء، أو إلى رسوله، كأن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر، وقلنا أن التواتر
ما رواه جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ما يعطيه دلالة قطعية في الثبوت لا يختلف عليها اثنان من المسلمين. بينما الحديث القدسي كواحد من أنواع الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأغلبه آحاد، ومعنى آحاد أي أنه فقد شرطا من شروط التواتر، فقد شرطا من شروط التواتر. وللعلم بالنسبة للحديث القدسي الذي نسب إلى الله أو الحديث الذي نسب إلى الرسول وهو الحديث المرفوع والحديث الذي نسب إلى الصحابة وهو الحديث المقطوع، كل هذه الأنواع من الأحاديث هي أحاديث ظنية الثبوت. ومعنى كلمة ظنية الثبوت يعني منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، منها ما يقبل ومنها ما يرد، على عكس القرآن الكريم الذي يجب أن يقبل جملة واحدة ولا نقاش فيه. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا في ثبوته ولا في دلالته. القرآن الكريم متعبد بتلاوته كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في التعريف، فهو الذي يقرأ في الصلاة، ولا يمكن للحديث القدسي مهما بلغ وعلى شأنه أن يكون له نفس المنزلة، فهو غير متعبد بتلاوته. نأتي الآن إلى موضوع مهم جدا يتحدث عن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. نحن الآن عندما نتحدث عن القرآن الكريم والزخر الموجود في القرآن الكريم وهذا البحر الواسع وهذا النعيم الذي لا ينضب في القرآن الكريم، سنجد أننا أينما وضعنا أعيننا أو أيدينا أو قلوبنا لابد أن نتلمس بركة في هذا القرآن، ولا بد أن نتلمس شيئا يوصلنا بعقولنا بقلوبنا بجوارحنا بأفكارنا بأحلامنا إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذا القرآن معجز، ومعنى كلمة معجز أنه فعلا لن يستطيع أحد أن يصل إلى هذا الكم من الإبداع وهذا الكم من الإتقان في نسج آيات هذا القرآن البديع. ولذلك سنجد أن هناك إعجازا في أسلوبه، إعجازا في عرض قصصه، إعجازا في بيانه، إعجازا في تشريعه، إعجازا في تكراره، إعجازا في انتقائه للألفاظ، إعجازا في إضافته لبعض الكلمات، إعجازا لحذفه لبعض المفردات. سنجد إعجازا في كل حرف في هذا القرآن الكريم. سنأتي على بعض وجوه الإعجاز القرآني، ومنها أولا قوة أسلوبه في تناول القصص والأخبار والأحكام. ثانيا اشتماله على قصص وأخبار الأمم السابقة، وإن كان هذا يعطينا شيء فهو يعطينا نوع من التصديق اليقيني بأن هذا القرآن إنما هو من عند الله، وإلا كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعاشر لا أهل الكهف ولا أهل السبت ولا أصحاب الأخدود، كيف له أن يذكر لنا هؤلاء الأقوام وهذه الأمم الغابرة؟ إذن من وجوه الإعجاز أن نجد في بين دفتي هذا المصحف كثير من القصص والأخبار عن الأمم السابقة، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، وعليها قصة طالوت وجالوت وقصص كثيرة في القرآن الكريم لم يعاصرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له أحد، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها إلا إن هو إلا وحي يوحى. أيضا بلاغة القرآن النادرة التي لا يحيط بها وصف، نحن نتكلم هنا عن البلاغة في المعاني، البلاغة في تناول المفردات، البلاغة في الأسلوب، البلاغة في اختيار الألفاظ، البلاغة بكل ما تعنيه الكلمة في البلاغة اللغوية، فهي لا يحيط بها وصف. ولذلك قال الوليد بن المغيرة وقد كان كافرا أن هذا القرآن إن أعلاه لمثمر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وهو يعلو ولا يعلى عليه. هذه شهادة أحد أئمة الكفر في ذلك الوقت، فما بالك بمن تنسم بعبير هذا القرآن وكان ممن ارتوى بكوثر آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. ما يميز القرآن الكريم ويجعله معجزا خلوده على مر الأيام والأماكن، والتحدي قائم إلى قيام الساعة.
ايضا هناك اعجازا علميا في القران الكريم لا نكاد نجده في اي كتاب ولا في اي مؤلف ولا في اي حتى مرجع مهما كان. في كل يوم نكتشف ان القران الكريم كتاب عصري نستطيع ان نعيش به مهما بلغنا في التكنولوجيا ومهما بلغ بنا العلم ومهما بلغنا في الحضاره. لماذا؟ لان الكثير من الحقائق العلميه التي يكتشفها العلماء والتي يسجلونها على أنها إنجازا عصريا تاريخيا يستحق عليه أوسمة ويستحق عليه شهادات فخرية، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها في القرآن الكريم منذ 1400 عام. ومن هذه الأمثلة ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. طبعا هنا هذه الآية تشير إلى ظاهرة أننا كلما ارتفعنا عن الأرض يقل الأكسجين ويضيق فعليا الصدر. صدقت يا إلهي، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. نأتي الآن لأمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة وهي القرآن، وبمعجزات كثر قبل القرآن، وكذلك الأنبياء أيدهم الله سبحانه وتعالى بالكثير من المعجزات. قبل أن نتطرق إلى الفرق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة الأنبياء السابقين، نقول ما هو تعريف المعجزة؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي نبي من أنبيائه. لماذا؟ ليثبت صدق دعوته، ليؤيده على أعدائه. طلاب الأعزاء، لو أردنا أن نقف عند التعريف لنقف كلمة كلمة. هو طبعا المعجزة قلنا هي أمر خارق للعادة. معنى كلمة خارق للعادة أي أنه ليس من المألوف وليس من المتوقع وليس من العادة أن يحدث هذا الأمر، وإنما هو أمر فعليا مستحدث، أمر جلل، أمر لا يمكن حدوثه بالعادة. إذن المعجزة هي أمر خارق للعادة يجريها الله على يد نبي من أنبيائه. إذن هذه المعجزة لا يمكن أن تكون على يد فاجر من الفجار، ولا يمكن أن تكون على يد كافر من الكفار، وإنما خص الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه وأصفياءه حتى يثبت صدق دعوتهم، ولتكون هذه المعجزة دليلا وبرهانا وحجة للرسول وحجة على الكافرين. لو نظرنا قليلا ورجعنا قليلا إلى الوراء ولوجدنا أن أيضا الأنبياء السابقين لهم معجزات. فمثلا إبراهيم معجزته أن النار لم تحرقه، اللي هي عدم خاصية الإحراق في النار. موسى عليه السلام اللي هي تحول العصا إلى ثعبان. عيسى عليه السلام إبراء المرضى. وكذلك سنجد الكثير من الأنبياء أيدهم الله سبحانه وتعالى بمعجزات. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن معجزته الوحيدة هي القرآن، وإنما كان له معجزات كثيرة، منها حنين جذع النخلة والماء من بين أصابعه، تفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة وتكسير الطعام بين يديه، وأن يرد عليه الحجر والشجر السلام وهو يمشي، كثير من المعجزات. إذن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أيد بمعجزات والأنبياء السابقين أيدوا بمعجزات، إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق الأول الذي أيد الله سبحانه وتعالى به محمد، نحن الآن نتكلم عن معجزة النبي اللي هي القرآن الكريم، المعجزات الأخرى لن نتكلم عنها. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أولا هي معجزة خالدة، معجزة خالدة إلى قيام الساعة، كما قلنا التحدي قائم إلى قيام الساعة. تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما الأنبياء السابقين معجزاتهم لم تكن خالدة، فهي انتهت بوفاتهم. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مادية وحسية. لو لاحظنا معجزات الأنبياء السابقين كانت كلها معجزات مادية، ولأنها مادية العصا مادية، الإبراء مادي، يعني ينتهي بوفاتهم لأنه مادي. فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بوفاة الأنبياء السابقين تنتهي المعجزات لأنها مادية، لكن معجزة النبي وهي القرآن الكريم فهي مادية وأيضا حسية، فهي موجودة في السطور وموجودة في الصدور.
ايضا اذا 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 هذا هو الفرق الواضح. اذا الفرق الواضح ان معجزة الانبياء تنتهي بوفاتهم، وايضا هي معجزات مادية تنتهي بوفاتهم، وهي معجزات اغلبها مادية انتهت و يعني انتهت منذ الازل. لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم خالدة مادية وحسية. طبعا اعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. نأتي الآن إلى موضوع جميل جدا ربما يروق لكثير من الناس ويحبه الكثير من الناس، وربما هو مفتاح لقلوب كثير من الناس في الهداية والصلاح، موضوع القصة في القرآن الكريم. سبحان الله، لكل قلب مفتاح. هناك من الناس من يتعظ بموعظة، بترغيب، بترهيب، بإشارة، بمنام، بحادث مفجع، بأي أمر. لكن هناك سنجد أن وقع القصة في القرآن الكريم له وقع عظيم جدا على نفوس كثير من الناس، ولذلك سنخصها بالحديث في علوم القرآن. بالنسبة للقصة في القرآن الكريم، القصة في القرآن الكريم لو لاحظنا في موضوع القصة في القرآن الكريم، لو لاحظنا ورودها بين الآيات لوجدنا أنها لها وحدة موضوعية عضوية مترابطة مع أجزاء الصورة، بحيث لو أردنا أن نرفع هذه القصة أو نجتزئها من الصورة لأدى ذلك إلى اختلال المعنى، دليل على أنها لها وحدة عضوية واحدة تفهم في سياقها باقي الآية. نأتي إلى تعريف القصة في المعنى اللغوي. القصة مشتقة من القصص، وهو تتبع الأثر، تتبع الأثر واقتفاؤه. قال تعالى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثر أخوك، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هذا معنى القصة في اللغة، تتبع الأثر. لو أردنا أن نحدث تواؤما أو نحدث علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لقلنا أن نسج القصة بأحداثها وحيثياتها لا يمكن الوصول فعلا إلى الفائدة من هذه القصة إلا بتتبع مراحلها. نأتي للقصة في المعنى الاصطلاحي، وهي الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. إذن لكي نصل إلى آخر الأثار، لكي نصل إلى النتيجة الحقيقية عند وصولنا لنهاية الطريق، إذن لابد أن نتتبع المراحل الأولية التي تعيننا على الوصول إلى نهاية الطريق، وكذلك القصة في القرآن الكريم. القصص في القرآن الكريم لها أنواع كثيرة ولها حيثيات كثيرة، وطريقة عرضها من أحيانا من سورة إلى سورة تختلف، الإيجاز فيها والإسهاب من سورة لسورة مختلف، التكرار فيها طبعا بغض النظر. طبعا في بعض القصص، مثلا قصة موسى من أكثر القصص التي ذكرت في القرآن الكريم. لماذا ذكرت كثيرا؟ لماذا ذكرت هنا وهنا في أكثر من موضع؟ طبعا هذه القصص إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يضعها في هذا الموضع، لأن هنا في هذا الموضع الله يريد منا حكمة، ويريد منا أن نتعلم فائدة، ويريد منا أن نفهم لغزا. ووجود في هذا الموطن الآخر ربما أراد الله به حكمة أخرى لا يمكن أن نفهمها إلا في هذا السياق وإلا في هذه السورة. أنواع السورة في القرآن الكريم، منها أولا قصص الأنبياء. طبعا بالنسبة لقصص الأنبياء، من أين عرفنا نوح، ومن أين عرفنا موسى، ومن أين عرفنا عيسى، ومن أين عرفنا هود ولوط وكل أنبياء الله الصالحين؟ هؤلاء الأنبياء عندما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد كأنواع من أنواع القصص، ماذا تناول؟ تناول طرق دعوتهم، تناول عناد الكفار ومجاهدتهم في هذه الدعوة، تناول أسلوب دعوتهم. لو أردنا أن ننظر إلى كيفية دعاء نوح لقومه: إني دعوتهم ليلا وجهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لو أردنا أن ننظر إلى قصص الأنبياء بشكل عام، سنجد أنها
ذكرت كنوع من أنواع القصص، وسنأتي لفوائد ذكر قصص الأنبياء لاحقا بإذن الله. النوع الثاني من القصص التي تناولها القرآن الكريم قصص الحوادث الغابرة، كقصة مريم وقصة أصحاب الأخدود وقصة طالوت وجالوت وقصة أصحاب الكهف، وقصص كثيرة جدا في القرآن الكريم ما عرفناها وما عاصرناها، ولو عشنا عمرا إلى جانب عمرنا ما كنا لنعرفها لولا كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي أراد أن يصل الحاضر بالماضي، والذي أراد أن يعلمنا من عبر السابقين. فتكرم الله سبحانه وتعالى علينا بذكر قصصهم حتى لا نحذو حذوهم فيما هم قدموا إليه بأيدي بأرجلهم إلى جهنم والعياذ بالله. وذكر قصص الصالحين كقصة آسية وماشطة بنات فرعون عندما ذكرهم الله ليكونوا لنا مثالا، ضرب الله مثلا قصة اللي هي آسية وقصة زوجة أحد الأنبياء. هذه الأمثلة إنما لتكون لنا نبراسا على الطريق، ولنختار ليميز الله الخبيث من الطيب، طبعا لنهتدي ولنسلك الطريق الذي يوصلنا إلى الطريق الذي حيث نريد، فتكون هذه القصص ما هي لحجة علينا. النوع الثالث هو قصص حدثت في زمن النبوة. طبعا هناك قصص كثيرة حدثت في زمن النبوة وتناولها القرآن الكريم بالسرد والحديث، كقصة الأحزاب في سورة الأحزاب، كغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، وكحادثة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأيضا غزوة بدر وغزوة أحد والكثير من القصص التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن على ذكرها. الآن نأتي، وقلنا أننا سنأتي إليها لاحقا، فوائد القصص في القرآن الكريم. أولا، فائدة القصة هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أن اتصاله بالوحي هو أمر معجز، أمر جديد، أمر غير مألوف، ولذلك يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أمثلة الأنبياء السابقين تثبيت فؤاد. لو لاحظنا الآية وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إذن الهدف من ذكر هذه القصص يا محمد أنك تعلم أنك لست الأول في محاربة الكفار لك، بل كان على دربك نوح، وكان على دربك موسى، وكان على دربك غيرك من الأنبياء. فهذه القصص ما جاءت إلا تسلية وتثبيتا لقلبك يا حبيبي يا رسول الله. أيضا هذه السور جاءت لتثبت مدى صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الآية من سورة هود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كما قلت لكم لست الأول يا محمد، لقد كان قبلك من ذكر الأنبياء والمخلصين الذين عذبوا وقتلوا وطردوا وهجروا، لقد لاقوا ألوانا من العذاب فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن هذه القصص ما هي إلا دليل إدانة للكافرين، ودليل إثبات حق للمؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يعشه وما لم يعاصره وما لم يعرفه لأنه كان من الأميين، إذن هو دليل صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. تسلية النبي، قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. إذن لست الأول يا محمد، فإن كذبتك قريش وإن كذبتك كل هذه الجموع التي حولك، وإن طردوك من أحب البقاع إلى قلبك، وإن عذبوك، وإن كسروا ثنيتك، وإن وضعوا سل الجزور على ظهرك، فقد كذبت رسل من قبلك، مع أنك أنت صادق الأمين، ومع أنك الذي لا يختلف عليك اثنان من العرب، لكنه ديدا الكافرين في كل زمان
وفي كل مكان. إذن هذا ديدنهم فاصبر إن العاقبة للمتقين. تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم. طبعا عندما نذكر هود وموسى وعيسى ونوح ولوط، نحن لولا وجودهم في القرآن لما ذكرناهم ولا ما عرفناهم ولا ما ذكرناهم ولا ما يعني كان اليقين الإيمان بهم كما عرفنا وشعرنا بمدى جهادهم في دعوتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأرانا الله سبحانه وتعالى جهادهم مع الكافرين وعناد الكافرين وعذاب الكافرين لهم وصبرهم على أذى الكافرين والمشركين، أرانا الله إياهم عين اليقين بكلام رب العالمين. كما قلت لكم أن القصة في القرآن الكريم تكررت، قصة موسى من أكثر القصص التي تكررت في القرآن الكريم، وقلنا أحيانا تذكر باختصار وأحيانا بنوع من الإسهاب، وقصة آدم وحواء ذكرت في أكثر من موضع، قصة سجود إبليس لآدم وما إلى ذلك. هذه القصص يعني هل هنا التكرار معيب؟ هل التكرار في القصة القرآنية مخل؟ أما التكرار هنا له حكمة؟ سنتعرف معا. أولا الحكمة من التكرار إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة، إبراز المعنى الواحد بصور مختلفة. الآن عندما نتكلم عن قصة ونأتي بهذه القصة في أكثر من سياق، في أكثر من معنى، في أكثر من مناسبة، في أكثر من حكم، إذا استطعنا أو استطاعت القصة في كل موضع أن تلبس حلة جديدة وأن تعطي بريقا جديدا. ولذلك إبراز المعنى الواحد بصفات أو بصور متعددة. أما الحكمة الثانية بيان أهمية تلك القصص. معروف في اللغة العربية أن التكرار يدل على الأهمية والعناية الشديدة بهذا الأمر. إذا كرر الأمر علينا أكثر من مرة، نعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما يريد لنا أن نهتم بهذا الأمر وأن نقف عنده كثيرا. أيضا التأكيد على صدق القرآن الكريم بحيث لا تناقض في التكرار. كما قلت لكم تأتي القصة في عدة سياقات وفي عدة صور وبعدة طرق، وقلت لكم قد يكون التكرار ليس لفظيا وليس حرفيا. مهما اختلف سرد القصة في صورة وصورة، في آية وآية، في مكان ومكان، في موضوع وموضوع، سنجد أن القصة القرآنية لا تناقض في أحداثها ولا تناقض في وقائعها مهما تكررت ومهما جاءت معنا في سياقات مختلفة. وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على روعة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى صدق هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طلابي الأعزاء، طالباتي الحبيبات، أرى أن نتوقف إلى هذا القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى على الله سبحانه وتعالى وأرجو من الله العلي القدير أن يكون حصل لكم العلم والمتعة والفائدة، وأن تكون هذه المحاضرات هي بمثابة ارتفاع لمنسوب الإيمان وزيادة في اليقين والصدق والإقبال على الله. وإلى هنا نأتي لختام هذه المحاضرة، نلقاكم على بركة الله في محاضرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.